انا ابوك ورحت السودان. في سودان موجودين اظن بينكم السودان موجودين موجودين هنا في السودان. نزلت في بور السودان فاستقبلني شباب انصار السنه بارك الله فيك وقالوا يا شيخ من فتنك الى شيخ فتفضلوا. قالوا تكلم بما شئت قل قال الله قال رسول الله بارك الله فيك وطعم فيما شئت من البدع والضلالات من دعاء غير الله والذبح والنذر والاستغاثه والى اخره. لكن لا تقول الطائفه الفلانيه ولا الشيخ الفلاني. لا تنص على التيجانيه من الفرق ولا المرأميه ولا رؤوسهم. بس انت صدر العقائد وستجد نفسك ظلم منك الحق. قلت طيب فسلكت هذا المسلك فوجدت اقبالا من الناس. مو لابد تسب شيوخهم وتطعن فيهم. ولا تسب يدعون من دون الله فيسب الله عدوا غيره. يسب شيخه ولا القربان ولا كذا ولا الطريق الفلان ينفر منك فتأثم تكون نفرت الناس انما يكون منفرين. والرسول لما ارسل معاذ وابا موسى قال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. فهذه من الطرق اللي فيها التيسير وفيها التبشير وما فيها تنفير. فوالله ما دخلت مسجدا الا وارى التهلل في وجوههم ولا استطيع الخروج من كثره المقبلين علي يصافحوني ويدعون لي. ثم رات رؤوس الصوفيه الشياطين راوا خطوره هذا السلوك وهذا المنهج في الدعوه فاجتمعوا وتامروا بارك الله فيك ونسبوا لانفسهم كلاما يردون به علي واعلنوا لي عن محاضره في ميدان كبير. اجتمعنا في هذا الميدان وتكلمت فقام أحد كبيرهم وعلق على كلامي في جزء الاستغاثة وجزء التوسل وجزء يقول بتعطيل الصفات ويقول ويقول ويؤيد كل الأباطيل بتأويلات فاسدة. لما فرغ ما عنده أدلة يا بأحاديث ضعيفة موضوعة يا بأقوال ناس خرافيين يا كلام. والله ما سمعت كلامي. أنا أقول قال الله قال رسول الله قال قال ما له ما اعتبرت معتبري. وهذا الرجل جاء لحديث الله ما أسعفه القرآن بشيء. سمعتم قال الله كذا في جواز استغاثة بغير الله في جواز التوسل ما بشيء. هل سمعتم كلام من أئمة الكبار مثل مالك وأمثاله؟ ما سمعتم. سمعتم حديث موضوع حديث ضعيفة كلام للناس معروفين عندكم أنهم خرافيون. المهم قام يسب ويشتم. أنا ضحكت لا سبيت ولا شتم. بارك الله فيكم جزاك الله خير جزاك الله خير بارك الله وعلى خير تعليمه خفيفه وافترقنا. والله الذي لا اله الا هو انهم اصبحوا في اليوم الثاني يتحدثون في المساجد الاسواق ان الصوفيه هزمت. هزمت الصوفيه.